أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيقضي بضعة أسابيع في مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان، وسيجتمع مرة ثانية بمستشاريه الأمنيين في 7 أكتوبر قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن الحرب ضد طالبان. داخل غرفة الاجتماعات الخاصة المحصنة في البيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ملف أفغانستان على طاولة النقاش مع مجموعة من كبار مستشاريه ومساعديه في الجيش والسياسة والأمن القومي. مراجعة شاملة للاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان لبلورة خيارات التعامل مع التمرد المتصاعد من جانب حركة طالبان. ويبدو أن تحرك أوباما ينصب باتجاهين: الأول إرسال مزيد من القوات المقاتلة إلى أرض المعركة، الثاني تصعيد الهجمات على مقاتلي طالبان والمتشددين على الجانب الباكستاني من الحدود. وقبل هذه المراجعة التقى أوباما الأمين العام لحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن في الوقت الذي طلب فيه قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال وفقا لتقارير مختلفة 40,000 جندي أمريكي إضافي لقتال طالبان. وكان ماكريستال قد حذر في تقرير تم تسريبه من احتمال الفشل في الحرب في غضون عام إذا لم يتم إرسال مزيد من القوات، وهي مخاوف تتماشى مع تحذيرات أطلقها من قبل كبار مساعدي أوباما. هذه التحذيرات مرتبطة بارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين والأجانب إلى أكثر من 370 جنديا هذا العام، كما أنه بعد 8 سنوات من مهمة قوات الناتو فإن هذه القوات لم تقضي على نفوذ حركة طالبان التي زادت هذا العام من حجم عملياتها. مهمة أوباما في الحصول على الدعم السياسي لإرسال مزيد من القوات لا تخلو من التعقيدات سواء داخل الولايات المتحدة أو من جانب الحلفاء الغربيين.